نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآيات الكريمات من سورة فصلت في قول الحق تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. من آياته الكونية، والآية في اللغة هي العلامة الدالة على المقصود. فهذه المخلوقات كلها آيات كونية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. أنك ترى الأرض خاشعة، هذا خطاب لكل من يسمع هذه الآية. أنك ترى، تبصر الأرض خاشعة، يعني ليس فيها نبات وليس فيها حياة، وأيضا هي ليست مرتفعة التراب بل هي هابطة، تربتها لا نبات فيها. فإذا أنزل الله عليها المطر بقدرته ورحمته سبحانه وتعالى اهتزت، تغير وضعها عن ذي قبل، اهتزت وربت يعني ارتفعت بالنبات، ارتفعت تربتها التي كانت هابطة ارتفعت وانشقت عن النباتات المتنوعة بعد أن كانت هامدة ليس فيها نبات ولا حياة. فالذي أحياها، أحيا الأرض بعد موتها، قادر على أن يحيي الأموات بعد الموت من قبورهم. الذي ينكره المشركون، ينكرون البعث ويستبعدونه لأنهم لا يعرفون قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو يريهم علامة على قدرته يشاهدونها، ليست مجالا للتردد والشك. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هم ينظرون ذلك وهم يتحرون المطر لأجل أن تخصب الأرض بعد أن كانت ميتة. فالذي أحياها، أحيا الأرض بعد موتها بقدرته سبحانه، قادر على أن يحيي الأموات. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهم لا يجادلون في أن الله يحيي الأرض بعد موتها، لكنهم يجادلون في إحياء الأموات في قبورهم. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم. إن الذي أحياها لمحيي الأرض بعد موتها.
إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فقدرته شاملة وعامة لكل ما يريده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا، هذا وعيد لمن تنكر لآيات الله عز وجل وحرفها عن معناها وغير مدلولها لتوافق هواه، هذا ملحد. والإلحاد في اللغة الميل، أي الذين يميلون بالآيات عن مدلولها إلى مدلول باطل يوافق أهواءهم، هذا إلحاد، إلحاد في آيات الله. والإلحاد في آيات الله يكون في تغييرها عن ألفاظها وزيادة فيها أو نقصان، أو تغيير لمعانيها، ألفاظها باقية لكن يلحدون في معانيها ويفسرونها بغير تفسيرها. قال الله جل وعلا: لا يخفون علينا، هذا وعيد، الله مطلع عليهم وسيجازيهم على عبثهم وإلحادهم في الآيات، ليسوا مهملين، وإن أمهلهم الله فإنه لن يهملهم. لا يخفون علينا، فهو يعلم تصرفاتهم ويعلم موقفهم من آياته سبحانه. ثم قال جل وعلا: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، هذا وعيد شديد. الذين يلحدون في آيات الله ممن يلقون في النار والعياذ بالله، وأما الذين يؤمنون بآيات الله في هذه الدنيا ويعملون بها فإنهم يأتون آمنين مطمئنين يوم القيامة، يوم يخاف الناس ويفزع الناس يكونون آمنين، لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. أما يأتي آمنا يوم القيامة، أيهم خير؟ كل عاقل يعلم أن من يأتي آمنا يوم القيامة خير ممن يلقى في النار يوم القيامة على رأسه على منخريه، لا يجادل في هذا أحد. ثم قال جل وعلا مهددا لهم: اعملوا ما شئتم، هذا تهديد، وليس معناه أنه سبحانه وتعالى رخص لهم أن يفعلوا ما يشاءون من الإيمان والكفر وحرية الاعتقاد كما يقوله الملاحدة اليوم. لا حرية في الاعتقاد، لا بد من العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل الإيمان الذين يأتون آمنين يوم القيامة. فأنت اختر لنفسك أن تكون مع من يلقون في النار أو أن تكون مع من يأتون آمنين يوم القيامة، اعملوا ما شئتم. ليس هذا أمر تخيير، وإنما هو أمر تهديد. ولهذا قال: إنه بما تعملون خبير، هذا وعيد شديد، أن الله جل وعلا لا يخفى عليه أعمالكم وتصرفاتكم وتكبركم عن آياته فيجازيكم على أعمالكم، إنه بما تعملون من خير أو شر خبير، مطلع عليه ويعلمه سبحانه وتعالى وقد أحصاه، فلا بد من الجزاء على الأعمال يوم القيامة. نعم.